جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. بعالم الموضة الحلوة وفي كتير من الأشياء البشعة واللي بتخوف، بيجوا العالم تيعملوا اسم لحالهم ويصير معهم مصاري وينشهروا وكرمال تيحققوا يلي بدهن اياه. هن مستعدين يعملوا المستحيل، والعالم يلي ما بتوصل بيصير عندها أحاسيس بشعة مثل الغيرة، والغيرة بتخلي الواحد يتصرف أشياء مش معقولة. وهيدا الشي عرفته لما سمعت قصة أنا هيتا رفيقتي. هيدا ما كان اسمها الحقيقي. أنا ما بدي أفشى أسرار حدا أبداً، بس هيدي قصة حقيقية وصارت مزبوط. هيدي القصة صارت وقتها أنا كنت عارضة أزياء وهي كانت مصممة أزياء مشهورة. مومباي، عالم الموضة والشهرة، باب الجمال والمواهب يلي بيوصل لأعلى درجات النجاح. بس وقتها العالم هول بيعتمدوا على مساعدة السحر الأسود والشعوذة تيوصلوا للنجاح، ساعتها العالم الحلو هيدا بيصير خطر كتير. مرحبا، كنت ناطرتك وبدي احكي معك. اشتقت لك كثير ليلى. بليز، مش لازم يصير هالشي بيناتنا، ما في اعمل هيك. شو قصدك انت ليلى؟ قصدي هو انه انا ما بقى فيني اتورط معك اكثر من هيك. ليلى، انا مجوز وعندي اولاد كمان، وكثير مبسوط مع انا هيتا. اسمعني، أنا بحبك كتير وأنت كمان بتحبني، اتنيناتنا منحب بعضنا. ولو جراف بدي إياك تبوسني، يلا بوسني. ليلى بليز. ليلى جراف. ليلى، سبق وقلتلك إنه ما بقى فينا نتصرف هيك، لازم تفهمي إنه أنا ما فيني أترك أنا هيتا. أنا بحبك وأنت بتعرف هالشي كتير منيح، أنا كتير بحبك. ليلى اسمعيني، خلينا نكون أصحاب مثل ما كنا قبل. شو؟ ما عم صدق، كيف معقول إني كون رفيقتك جراف؟ اسمعني، اطلع فيي.